حمزة، في وسط كل المعطيات دي والأفكار دي والنقاشات دي، ويا كابتن حمزة أنا خايف نهبط. طبعا. الجمهور نعم اللي كان ما بيسيبش ماتش غير لو يحضره، بس نعم في نفس الوقت بيصرخ في الشارع في طبعا الإسماعيلية، طبعا. ده كان عامل دعم ساهم في النجاح، ولا أكتر كان عامل ضغط زود من الصعوبات؟ شوف، جمهور النادي الإسماعيلي، بص، جمهور عظيم وبذل جهد كبير جدا، وأحيانا كان بيغضب من الضغوط اللي عليه. مظبوط. أنا كنت متقبله، وكان بيحصل على الجهاز الفني هجوم في شخص حمزة كمان. أنا متقبله على فكرة. أي مدرب في العالم، في العالم بيحصل عليه الهجوم. وأنا على فكرة أنا عارف جمهور النادي الإسماعيلي وقدر حمزة الجمل ايه، وانا بمشي في الشارع الاسماعلاوي. على فكرة انا عايز اقول لك، انا واخد حقي وزيادة في الشارع الاسماعلاوي.